حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. عمال النظافة بسوكنا يطالبون بصرف مرتباتهم. إجراءات احترازية لمرضى حمى الوادي المتصدع بوادي عتبة. 66 عاما على تأسيس كشاف ليبيا. كتابة مصحف بخط اليد برواية الإمام قالون. الشطرنج مادة أساسية في المناهج الابتدائية بجيمينيس. ورشة عمل لإعداد الممثلين بطبرق. اشتكى موظفو مكتب النظافة بمدينة سوكنا ببلدية الجفرة من تأخر صرف مرتباتهم لمدة تتجاوز 4 أشهر في الوقت الذي لا يتوانوا يوما عن أداء واجبهم. مراسل دبليو تي في لمس واقع العمال وعاد لنا بهذا التقرير. ضيق عيش وضعف مرتبات إضافة إلى تأخر وصولها إلى حساباتهم، ورغم انعدام السيولة النقدية بالمصارف وتردي الخدمات المصرفية بالجفرة، إلا أن عمال النظافة لم يتوانوا يوما عن أداء واجبهم، فهم من يستيقظون باكرا ليجمعوا مخلفات وخمامة لمواطن وآخر مسؤول في الوقت الذي يرونه هو سبب في هذا الضيق الذي يمرون به. عدسة دبليو تي في اتجهت إلى مدينة سوكنا لتقف على معاناة تأخر مرتبات العمالة وما يعانونه من مشاكل. احنا العمال النظافة لمنطقة سوكنا، وين وزارة المحلي؟ نبوا مرتباتنا، نخدم 5 شهور يا دوب يجينا شهر واحد، واحنا يوميا في الشوارع نرفع في قمامات، وين المسؤولين؟ نبوا دير لنا حل في الشوارع ونرفع في شنو اسمها؟ المكبات، في المكبات وحاجات محتاجين، وعندنا صغار، وين مرتباتنا؟ وين وزارة المحلي؟ ينزلوا لنا اقل شيء، احنا متفاهمين نخدموا باليوميه اساسا كل الشهر ناخذ المرتب، تو 6 شهور يلا يجينا شهر ولا شهرين، من 6 شهور ولا 5. لم يسلم هؤلاء الرجال من أزمة سوء الخدمات المصرفية بالجفرة، رغم ما يعانيه المواطن من هذه المشكلة إلا أنهم يعيشونها مضاعفة عن غيرهم. أتمنى من مدراء المصارف ينظروا في أمورنا ويشبحوا، نحن جماعة شركة النظافة بمدينة سوكنا، يساعدونا في التحويلات، والنهار جي سيولة مثلا مرتباتنا ما نزلوش يعقبوا حصتنا، لأن مرات نقعد 6 شهور ما عمرها صرفنا بوكل. نتمنى ينظروا في أمورنا يساعدونا في التحويلات، مرات نجي نحول الساعة 11 ولا 12 نحصل فرصة أمر نزرق زروق نبي نحول يقول لي تحويل تمت، التحويل ماني زي المواطن اللي ما يخدمش، محصل فرصة أنا ما نحصل فرصة، وهذا نبي مدير المصرف يشبح برنامجنا. ومع كل ذلك يعاني هؤلاء الرجال من عمال شركة خدمات النظافة بالجفرة بمدينة سوكنا من ضياع حصتهم من السيولة النقدية والتي أصبحت تتوفر بالمصارف مرة كل 5 أشهر. السيولة برمجنا في السيولة، مرتباتنا ينزل لنا في المصرف، ومرات ناخذ بديل نتاع الدولار هذا ونصرفهن، عرفت؟ هذا اللي صار السيوله، هذا ما نحصل فيه، ولكن نهار جي مرات جي سيوله مرتبات مازال ما نزل، ما يعقبون حصتنا، حتى هذا المفروض يعقبون حصتنا نحن. هل ستنصت وزاره الحكم المحلي والمصرف المركزي الى معاناه هذه الفئه والتي لا ينقص دورها عن دور المسؤولين، بل هم من يحافظون على سلامه بيئتنا لننعم بصحه جيده وسلامه؟ لقناة دبليو تي في الزبير العربي، مدينة سوكنا. حمى الوادي المتصدع مرض فيروسي يصيب الحيوانات في المقام الأول، ويمكنه أيضا إصابة البشر، ويمكن للعدوى أن تسبب مرضا وخيما لكل من الحيوانات والبشر. الأطباء والبيطريون ببلدية وادي عتبة أطلقوا حملة جمع عينات من خصائر الأغنام والدواجن ليتم إحالتها للمركز الوطني للصحة الحيوانية لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من وجود الفيروس من عدمه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بالتعاون مع الأطباء البيطريين ببلدية وادي عتبة انطلقت حملة جمع عينات من الأغنام والماعز والدواجن ببلدة التاوى، وذلك ليتم إحالتها للمركز الوطني للصحة الحيوانية لإجراء التحاليل اللازمة. لأخذ عينات من الحظائر الأغنام
الأغنام والدواجن الموجودة عندنا ولدينا في بلدية وادي عتبة، وذلك ضمن تقصي الحقائق أو النتائج للأمراض والأوبئة أو العابرة للحدود التي دخلت علينا في ليبيا والمدن الليبية في الفترة الأخيرة نتيجة للظروف للتهريب. الحملة التي تستهدف حظائر تربية المواشي والدواجن بمختلف مناطق البلدية، وتستمر فعالية الحملة أسبوعا كامل حسب ما أشار القائمون عليها. قمنا باجتماع طارئ ومستعجل للتصدي لهذا المرض، وأخذ عينات من بلدية مناطق جميع من جميع مناطق بلدية وادي عتبة، بعد تعاون من منسق قطاع الزراعة. حمى الوادي المتصدع بعد ظهور بعض الحالات بمدينة الكفرة، الذي يعد من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة العامة. لدبليو تي في أحمد محمد، وادي عتبة. سنوات وسنوات تمضي على تأسيس الحركة العامة لكشاف ومرشدات ليبيا. هذه الحركة التي لطالما عودتنا على خلق مجتمع أفضل، كانت خلالها الحركة الكشفية هي الرائدة فيها من خلال إحياء العديد من الأعمال التطوعية التنموية. ستة عقود ونيف تمضي على تأسيس أول فرقة كشفية في ليبيا، والتي احتضنتها مدرسة طرابلس الثانوية بقيادة خليفة الزاهدي، والذي يحسب له تأسيس هذه الحركة التي اهتمت ببناء مجتمع واعٍ. 66 سنة من العطاء، 66 سنة من تربية أجيال وزرع القيم والأخلاقيات الكشفية وحب الوطن وحب خدمة المواطن وحب خدمة الإنسانية بصفة عامة. سنوات عدة من العطاء والتطوع والخدمة المجتمعية كانت الحركة الكشفية هي الرائدة فيها، من خلال إحياء العديد من الأعمال التطوعية والتنموية وإقامة المخيمات التي تعزز روح التعاون والتكاتف والاعتماد على النفس. 66 سنة من العطاء وخدمة بلادك بدون أي مقابل، بدون انتظار كلمة شكر. 66 سنة من التفاؤل والحب للناس وزرع المحبة بين الناس. 66 سنة الحركة الكشفية زرع الأخلاقيات والقيم اللي ما يقدرش وممكن يوفرها أي شخص ثاني إلا بوجوده في الحركة الكشفية. 66 سنة في الخلاء وفي معرفة الطبيعة وفي معرفة جمال الطبيعة، في اكتشاف الشخصيات لأنفسهم. عقود تمضي منذ تأسيس هذه الحركة التي لطالما عرف أعضاؤها من أشبان وفتيان ومتقدم وجوالة وبحرية بحماسهم وشغفهم التنموي والاستكشافي ومحبتهم للتطوع ومساعدة الآخرين دون انتظار أي شكران أو عرفان. محمد شحات، دبليو تي في. عيب والله عيب، في اللي يسكن في الدور الثاني وفي اللي يسكن في الدور الثالث، مولاي جوني طبخ اليوم البنبلية أو لامس البنبلية بخمسة وثمانين دينار، اليوم الأربع اللي فاتت بمئة وخمسة وعشرين دينار. هذا عيب يا أخوان، أشحن الناس الضعيفة طوى زينا ناخذ في 450 دينار. هذا شن بيديرن بالله، شن بيديرن، شن اللي بيديرن، شن اللي بيديرن في الضمان؟ الناس كلها متضررة، المصرف فالس فالس. يجي تقول له تعال نديروا مقابلة يا مدير المصرف، يقول لك لا ممنوع علينا. تبي يعطيني لاحية بش إن ممنوع عليك الكلام هذا. اللائحة اللي جايزة من مصرف ليبيا المركزي إنما يجلوش عماك لقاء في الإعلاميين أو المواطنين، ما فيش فايدة. يقول لك لا والله أنا ما يدير الشرطة فم الباب، يقول ما تخلوش واحد يخش. فعلا ما نخش. بعد الفاصل، الشطرنج مادة أساسية في المناهج الابتدائية بجيمينس. بدأ الخطاط عبد الجليل صابر السراري في كتابة مصحف برواية الإمام قالون بخط النسخ منذ سنة، ويسعى السراري في إصدار مصحف يصدر من بني وليد، وسوف يقدم كل ما يكتبه إلى لجنة مختصة في القرآن الكريم لمراجعته حين الانتهاء من كتابته. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. لما كنت دائما أكتب عدة لوحات واهتم اهتماما كبيرا وخصوصا خط النسخ، فتمنيت من الله سبحانه وتعالى
أن يوفقني إلى كتابة مصحف أو ربع من القرآن حتى يكون لي صدقة جارية. وبدأت وبفضل الله سبحانه وتعالى ودعمني الأستاذ حسين الطيب الخزخازي، لقد اشترى لي الورق الجيد على نفقته الخاصة، وبدأت أكتب في هذا الربع منذ سنة أو نصف تقريبا، ولقد وصلت الآن إلى صورة الحديد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكلف لجنة تقوم بدعمنا وكتابة مصحف خاص بمدينة بني وليد وباسم مدينة بني وليد، كما تحدو حدو المدن الأخرى التي كتبت عدة مصاحف، وأنا مستعد لكتابة هذا المصحف لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يكلل أعمالنا إن شاء الله بالتوفيق. لم تعد رقعة الشطرنج مجرد مساحة للتنافس بين الملايين من عشاق هذه اللعبة في أرجاء العالم، بل إنها أصبحت مادة رئيسية في المناهج التعليمية للمدارس في بلدية جيمينس. فإلى جانب دروس الرياضة التي تساهم في التربية البدنية للأطفال في المدارس، هناك اهتمام متزايد بالشطرنج كمادة أساسية يعتمد عليها في المناهج التعليمية التربوية لتساهم في التربية الذهنية للصغار. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. دخلت لعبة الشطرنج في صفوف المدارس في منطقة جيمينس بمشاركة رسمية من الاتحاد الفرعي للعبة والمدارس الخاصة والعامة، باعتماد الشطرنج مادة في المناهج التعليمية للتلاميذ المدارس الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الرابع. في خطوة أولى يتوقع أن تتبعها خطوة مماثلة تجعل من هذه اللعبة مادة أساسية في المناهج طيلة فترة التعليم الأساسي. الاتحاد الفرعي للشطرنج جيمينس مع المدرسة بمدربين وبوضع برنامج منهج علمي، واخترنا نحن كاتحاد فرعي منهج اسمه ستيب باي ستيب، منهج ستيب باي ستيب، منهج هذا أصلا هولندي نرويجي، فيدرس في أفضل الأكاديميات في العالم من الأكاديميات الفرنسوية والأكاديميات الروسية وبعض الدول العالم أرمينيا تدرس في نفس المنهج اسمه ستيب باي ستيب. نحن اخترنا المستوى الكي جي 1 والكي جي 2 لإدخال المنهج. المستوى الأول اسمه ستيب 1، المنهج هو أصلا ست مستويات، اخترنا المستوى الأول لكي جي 1 وكي جي 2، فلأن معظم العالم معظم الأكاديميات العالم يدرسوا في الشطرنج مادة إلزامية في المدارس، وعادة يدرسوا فيهم الأربع سنوات إلى خمس سنوات وعادة ست سنوات. نحن اخترنا الأربع سنوات والخمس سنوات لأن هذه أحسن فرصة لإعطاء أو اكتشاف المواهب في هذه السن المبكرة. تعليم لعبة الشطرنج في المدارس الابتدائية في منطقة جيمينس يوسع لدى الأطفال في السن المبكرة القدرات الإبداعية ويطور لديهم آلية التفكير المنطقي والذاكرة والتركيز والاهتمام، فضلاً عن تعويضهم على الجلوس والتفكير والعمل لفترة طويلة بموجب البرنامج الذي وضعه الاتحاد الفرعي للعبة. وسيتم إدخال مادة الشطرنج إلى المناهج الدراسية على عدة مراحل، وسيتم تدريسها ضمن دروس التربية البدنية أو كما يعرف بالرياضة. وأعتقد أن المرج يعني بصفة خاصة أن غنية بالأدباء والمثقفين والمسرح بشكل كبير جدا، لكن سؤالي أنا نسأله، ليش غياب دور المسؤولين والناس أصحاب المؤسسات عن دعم الثقافة والأدب والمسرح بصفة عامة؟ سؤال دائما يراودني، وأعتقد أن يعني المرحلة الحالية تحتاج إلى الدعم الرئيسي لهذه الشريحة. بعد الفاصل، ورشة عمل لتأهيل الممثلين بطبرق. ارتقاء بمواهب الشباب في مدينة طبرق، نظم أحد المخرجين محاضرة حول إعداد الممثلين وكيفية اختيار الأدوار المسرحية المناسبة، استهدفت مجموعة كبيرة من شباب هواة المسرح في المدينة.
مشاركة الخبرة والتجارب يعتبر أكبر أنواع النجاح وأسهل طرق نقل المعرفة. فمن هذا المنطلق نظم المخرج جمال الفريخ محاضرة حول إعداد الممثل المسرحي، استهدفت مجموعة كبيرة من شباب هواة المسرح في طبرق، أولئك الذين أحبوا هذا الركح. دورة عامة على تاريخ المسرح العالمي والعربي والليبي، وبعدين إعداد الممثل، ما يحتاجه الممثل كي ينطلق على خشبة المسرح أو في المجال المسموع أو المرئي. اليوم طبعا لأن اليوم البداية أخذنا فكرة عامة عن تاريخ المسرح العالمي وكيف نشأ من بداية الفراعنة والإغريق والرومان وانتقل إلى حد بدأ المسرح العربي في سوريا وبعدين لبنان ومصر وليبيا. التعريف بهذه العلبة الصغيرة التي تجذب إليها الجميع كان هدفا أساسيا في هذه المحاضرة التي عرفت بأساسيات العمل المسرحي وعلاقته بالفنون الأخرى، إضافة إلى كيفية اختيار الأدوار التي تتناسب مع شخصيات الممثلين. الحمد لله المجموعة لليوم الأولية التحقت بالدورة في من يرغب في التمثيل، في من يرغب في الإدارة المسرحية، في من يرغب في الموسيقى، في من هاوي غناء. بإذن الله من خلال هذه الدورة حتكون تقام بعدها ورشة عمل كاملة ينتج من خلالها أعمال مسرحية، ما نبيش نقول عمل واحد، إن شاء الله أعمال أخرى. أبو الفنون ذلك الركح القريب من القلوب يجذب إليه شباب المحب للمسرح ليتلقى الخبرة من أناس عاشوا ربيع سنوات حياتهم فيه، مكتسبين خبرة لا نجدها في أهم الكتب والمؤلفات، ليأخذوا منهم الخطى الواضحة في هذا المجال. محمد شحات، دبليو تي في. وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا لكم.